ربوع هذه القرية الصغيرة ذات التضاريس الصعبة، وبعد مرور 70 سنة لا يزال الزمن يشهد على خطى مفجري ثورة نوفمبر الخالدة. هنا بدشرة ولاد موسى بأعالي بلدية إشمول بولاية بتنا، يستذكر المسبل أحمد بوكعبة تفاصيل تلك الليلة التي أطلقت فيها أولى رصاصات الثورة بمنطقة الأوراس. صارت الصورة نهار السلاح هنا كيف يفرقوا السلاح هنا، خرين عسوا لهي خرين لهي خرين منا، قالوا هناك كاش ما تشوفوا التحركات انت على الجوياد وانت على واسمو الدرك الوطني انت على فرنسا، وقارد موبيل كاينين، قارد موبيل كاينين، فئة بزاف. احنا كنا اساسيين خرين منا خرين منا، اجمعنا هنا فرقوا السلاح ليلة نوفمبر. ومن ديار الإخوة بن شايبة التي لا تزال تحتفظ بهيبتها، يعود بنا الزمن إلى اللقاء الذي أشرف عليه الشهيد مصطفى بن بولعيد قبيل اندلاع الثورة التحريرية، والذي تخلله توزيع الأسلحة على مجاهدي الرعيل الأول ليلة الفاتح نوفمبر 1954. هذا المنزل يقع في منطقة محورية، فهو على طريق بتنا، طريق الريش، طريق إشمول، منطقة الجابل، من هنا منطقة كيمل. هذه المناطق كلها المجاورة هي قريبة من هذا المنزل، ولهذا اختير استراتيجية هذا الموقع أنه يسمح للمجاهدين بالرؤية الكاملة لأي تحرك، كما يسمح لهم أيضا بعملية الفرار أو إلى نحو المناطق الجبلية القريبة منهم. وبقرية فرطاسين نجد آثار مخابئ السلاح التي كانت عبارة عن مطامير خاصة مملوءة بالسلاح الذي فجرت به الثورة التحريرية. هذا المكان اللي رانا متواجدين فيه اللي هو تفرطاسين، في الواقع في قرية الحجاج، هنا بالضبط في هذا المكان وفي الدار المسمى دار عائلة عزوي، هنا تم تخبيط السلاح اللي كان يجيبه بن بولعيد والرفقاء نتاعو من العائلة، طبعا عزوي مدور وعزوي حمد، خباوه هنا في هذا المكان بالضبط. دشرة ولاد موسى بمعالمها ستبقى على مر الزمن شاهدة على بطولات رجال أعلنوها حربا ضروسا ضد المستعمر الفرنسي، وعقدوا العزم من أجل أن تحيا الجزائر حرة مستقلة.